وأكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن امتلاك نظام تربوي وتعليمي رصين أساس لبناء نظام صحي وبنية تحتية جيدة وبيئة نظيفة وإدارة رشيدة للمياه والقضاء على الفقر وتنمية القطاع الخاص. إن جودة التعليم الذي وضعته الأمم المتحدة في المرتبة الرابعة ضمن أهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الأساس في تحقيق الأهداف التنموية 17، لأن كل أنظمتنا الحياتية مرتبطة بنظام جودة التعليم، ولأننا لا يمكن أن نبني نظاما صحيا أو بنية تحتية جيدة أو بيئة نظيفة أو إدارة رشيدة للمياه أو أن نقضي على الفقر أو أن ننمي القطاع الخاص إلا إذا امتلكنا نظاماً تربوياً وتعليماً رصيناً. لهذا ستبذل الحكومة الجهد والمال بالشكل الذي يجعل العراق يستعيد مكانته التاريخية بوصفه بلداً يمتلك دوماً أرقى الأنظمة التعليمية وأفضلها.